الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من مترو الصحافة، نطلع فيها على أهم العناوين وعلى ما يحدث الآن. كلمة السر كاوتشوك، إذا سمعتموها فاعلموا أن المظاهرات على حدود غزة قد بدأت. فلسطينيون يبدعون بالمواجهة من أجل الحياة والانتفاض على الاحتلال من تحت الأرض ومن فوق السياج. الاحتلال يهدد بمجزرة جديدة والفلسطينيون يتوعدون بحياة كالحياة. في فلسطين عندما يحاصر الناس ويمنعون من السفر يأتون بإطارات المركبات، وبدل أن تقلهم يكلونها فيحرقونها فيصلون ويوصلون رسالة للعالم أن غزة لا تقول للغزاة نعم، بل لديها أسلوبها بإعلان جدارتها بالحياة. كاوتشوك لا ينصاع لفرامل الاحتلال ولا لمسامير ترمى على الطريق. يرتفع دخان كثيف اليوم على حدود غزة كي يشكل ساترا فلا يرى قناصة الاحتلال الشباب. أما هم فبدون هذا الستار وبكل الأحوال من سنتيمتر واحد لا يرون الاحتلال. فيش إشي بالعالم بلوث الجو ونفسية الناس أكثر من الاحتلال. وإلى العناوين العالمية، لأنتقل بعدها إلى ضيفي خالد خليفي ثم لنتابع ما يحدث في غزة. نبدأ مع رأي اليوم التي جاء فيها معلومات نقلت عن CNN بأن ترامب غاضب من تحذيرات مستشاريه بشأن الانسحاب من سوريا، ويهاجم سياسة دول الخليج في سوريا ويطالبها بتمويل القوات الأمريكية في البلد ويحذرها. الملوك الأغنياء لهذه الدول سيضطرون إلى التخلي عن طائراتهم الخاصة ونمط حياتهم الفخم حال انسحابنا من المنطقة. وأعرب ترامب عن تفاؤله في أن دول الخليج ستدفع مزيدا من الأموال لنجاح جهود إرساء الاستقرار في سوريا، بما في ذلك 4 مليارات دولار من السعودية. لكن مصادر CNN أشارت إلى أن أسباب قناعة الرئيس الأمريكي في هذا الموضوع ليست واضحة. وإلى وكالة الأناضول، البنتاغون، ترامب أمر بالاستعداد لمغادرة سوريا ولكن دون وضع جدول زمني. تصريحات الرئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية جاءت خلال مؤتمر صحفي لهم. وجاء في الخبر يبدو أن الارتباك والتضارب واضحا في موقف الإدارة الأمريكية إزاء خطوة سحب قوات بلادها من سوريا. فمن تأكيد مسؤولين البنتاغون أواخر 2017 البقاء في سوريا حتى إحراز تقدم ملموس بالعملية السياسية عبر جنيف، تغير الموقف إلى إعلان ترامب قبل أيام أن قوات بلاده ستغادر سوريا قريبا، قبل الحديث عن إمكانية البقاء شرط دفع السعودية التكاليف، وأخيرا الحديث عن تأجيل الخطوة حتى نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وفي CNN أيضا، ترامب يهدد الصين بخطة جديدة تعريف ضرائب تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار. أما في فوكس نيوز عن نفس الموضوع، الصين تقول أنها ستحارب أمريكا بأي ثمن في حال نفذ ترامب خطة 100 مليار، وطبعا المقصود هنا حرب اقتصادية. وأخيرا في فرنسا 24، صعدت الرئاسة الأمريكية وعلى لسان دونالد ترامب تهديداته التجارية اتجاه الصين بإعلان درس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع بقيمة 100 مليار دولار سنويا. من جانبها أعربت بكين عن استعدادها لدفع أي ثمن في هذه الحرب التجارية المحتملة. إذن منذ أيام أعلن ترامب بأنه سيخرج من سوريا، ولكن تصريح رافق هذا التصريح: إذا أردتم لأمريكا البقاء في سوريا فطلب من الدول الغنية العربية، ويقصد طبعا دول الخليج، بأن تدفع مقابل ذلك. الحديث عن هذا الموضوع وموضوعات أخرى معي في الاستديو العزيز خالد خليفي الصحفي المختص بشؤون الدول. يعطيك العافية. أهلا وسهلا عزيزي. ترامب وسوريا، خروج تكتيكي أم هو هروب من سوريا؟
يعني ترامب أعلن عدة مرات أنه يريد الخروج من سوريا. قواته موجودة في منطقة التنف وموجودة بالقرب من منبيج في شمال سوريا، وهي مؤيدة أو داعمة للقوات الكردية. هناك فقط 2000 إلى 2500 جندي أمريكي أو قاعدة، عدة قواعد صغيرة للقوات الأمريكية. ترامب لا يرى يعني أهمية كبرى لهذا التواجد، خاصة التوغل التركي وخاصة السيطرة الروسية الكاملة على سوريا. ويعني هو يرى أن هذا الأمر مكلف. إذا أراد فعلا التوغل هناك أو البقاء هناك، يريد يعني تكريس ما يقارب $40 مليار أو $30 مليار وإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى هناك، وهذا يريد تأييد من ويريد دعم من الكونغرس لهذا الشأن. هو يرى أن من الفائدة أن تخرج القوات الأمريكية هناك وأن يترك اللعبة. أنت تفضلت وذكرت في CNN أن هنالك يقولون أن يقول ترامب أنه يريد أن يبتز. يمكن أن هذا يمكن ابتزاز للسعودية. ادفعوا لي أكثر مزيدا من الأموال ويمكن أن أبقى في السعودية. هذا توارد في مفاوضاته مع الأمير محمد بن سلمان. يمكن أن يكون هذا، ولكن برأيي هذا يمكن أن يكون ابتزاز، ولكن برأيي أنه من ناحية استراتيجية هو يريد الخروج من سوريا، وهذا شيء. طب خالد، شو التضارب هذا؟ من جهة هنالك قيادات أمريكية وجنرالات يقولون بأن الخروج ليس الآن وليس بهذه الصورة. يعني هل هنالك خلاف حقيقي أم تعتقد بأن هذا خلاف مصطنع لكي تنجح عملية الابتزاز؟ يعني سؤال حلو هذا. يعني إسرائيل تضغط في هذا الإطار، أن هناك مخاوف إسرائيلية أن القوات الأمريكية يجب أن تتواجد هناك في سوريا، حتى أن الذي تفضلت وذكرته في حلقات سابقة هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي وقع مع إسرائيل اتفاقية تعاون استراتيجي بالنسبة لسوريا. هو أقال هربرت ماكماستر وعين مكانه جون بولتون. يعني جون بولتون يعني لا يؤيد قضية الوثيقة الأمنية، التعاون الأمني مع إسرائيل بالنسبة لسوريا. أي أن إسرائيل لا يوجد لها شخص هناك في الولايات المتحدة يؤيد تواجد القوات الأمريكية في سوريا. إسرائيل تنادي بالقوات الأمريكية ابقي في سوريا، هذا دعم لإسرائيل. ولكن في نفس الوقت من هم الذين يؤيدون؟ وزارة الخارجية بالولايات المتحدة State Department، لا يوجد وزير الخارجية، فارغة من مضمونها. البنتاغون يؤيده، ماتيس يؤيد ترامب. يعني هنا هذا شيء وهمي برأيي، ويقرر ترامب يقرر إذا أراد إخراج القوات أو عدم إخراجها. إلى جانب هذه الجبهة التي يفتحها ترامب الآن، هنالك جبهة أخرى على الصين والتهديد بحرب ضرائبية جديدة، كيف تنظر إلى ذلك؟ كمان يعني هذا ينطبق في قضية ابتزاز الصين. هناك $360 مليار عجز تجاري بين الصين، تخيل سيد وائل، $360 مليار عجز تجاري بين الصين في عام 2017 بين الصين والولايات المتحدة. عجز نقصد لصالح لصالح الصين. لصالح الصين. بس هو يريد تخفيض هذا العجز. كيف يريد؟ كيف العمل هذا؟ هو يحاول فرض الضرائب، فرض الضرائب على الحديد والصلب وعلى الألومنيوم بنسبة 25% على الحديد والصلب و10% على الألومنيوم. هذا الأمر هذا عمل عدائي بالنسبة للصين، أي أن الصين تتحضر وهي تفرض أيضا عقوبات على البضائع الأمريكية. هذا أمر. الأمر الآخر أن العديد مليارات، حوالي 1.7 تريليون دولار من العائدات الصينية موجودة في الولايات المتحدة. إذا زادت الطين بلة في الهجوم على الصين، يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة في حرب تجارية مماثلة وتسحب الأموال الصينية في الولايات المتحدة، وهذا خطر. هو يلعب بالنار مع الصين برأيي. وأيضا تذكر، أنت ذكرت في المرحلة الماضية عن دور الصين في الملف الشمال كوريا. تذكر أن في مفاوضات بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة، يمكن أن الصين تلعب دور في تخريب تلك المفاوضات. يعني هذا كمان عامل آخر. عزيزي خالد، لنعود إلى الشرق الأوسط قليلا. أمس كان هنالك لقاء بين روحاني من جهة وترامب، وعفوا بوتين من جهة وأردوغان من جهة. يعني بوتين موقفه مع النظام السوري، رجب طيب أردوغان ضد النظام السوري، وكان هنالك اقتتال بينهما سابقا، وقبل نحو عام أسقطت طائرات روسية من قبل الأتراك. الآن فجأة التقوا وهنالك مصالح وهنالك جمل مشتركة حول سوريا.
يعني أنا عندما أراقب هذه الأخبار تقريبا لا أفهم شيء. يعني أنت وائل تقول كما رئيسة إستونيا التي زارت الولايات المتحدة وتقول the predicted is unpredicted في إدارة ترامب، يعني كل شيء متوقع هو غير متوقع في إدارة ترامب، ما كان غير متوقعا الآن متوقع هنالك. يعني في مواجهة السياسة الأمريكية يعني هنالك ضوء أخضر، ليس لا يمكن قول ضوء أخضر، أن روسيا صعود روسيا كدولة عظمى وهي تحاول أن تبني نظام إقليمي جديد، ويتجاهل الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة تريد بناء نظام إقليمي أو تحالف مع السعودية، روسيا الآن تتحرك في إطار تركيا، تركيا تقول انظري الولايات المتحدة تؤيد الأكراد، تعالي نتعاون مع إيران وتعال نتعاون مع بعضنا البعض. تركيا تتنازل عن يعني أمالها في القضاء على النظام السوري، تركيا تتنازل مقابل دعم روسيا لها للقضاء على أمال الأكراد، هذا تركيا. إيران أيضا تدخل في هذا الملف ويعطى لها قدم في سوريا. هنالك اتفاقات إقليمية وكل الاتفاقات الإقليمية تؤيدها روسيا. روسيا تشعر حالها يعني تشعر نفسها أنها الأب الكبير الآن أو الأخ الكبير الآن للمنطقة، تشعر ليس الأب وتشعر حالها يعني تشعر. انظر ما الأوروبيين، العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية ضد روسيا، هي تريد أن يكون لها وطأة قدم هنا في المنطقة وقوة ولمواجهة أوروبا ولمواجهة الولايات المتحدة، وهذا يقلق إسرائيل، يقلق إسرائيل لأن إسرائيل لا تريد استقرار لسوريا. حتى أن إفرايم هليفي رئيس الموساد السابق ومن كبار المفكرين الإسرائيليين قال هذا الأمر يقلقنا كثيرا، لأن هذا الأمر يجلب الاستقرار لسوريا في الجولان ويجلب الاستقرار لسوريا في العراق في الحدود العراقية السورية. هذا ما يمكن أن يجنيها تلك الاتفاقية، ومزيدا من التعاون الاقتصادي، وهذا شيء جيد لكل دول المنطقة، ومزيدا من التعاون على شتى كافة المجالات. نعم، هناك كما تفضلت خالد الكثير من المعادلات الجديدة، حتى بأن مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين الآن يزورون خلال الأيام سيزورون سوريا لأول مرة منذ 5 سنوات لإعادة العلاقات استقرار. صحيح، أن هناك استقرار وبأن المعادلة السورية بدأت. الفلسطينيين يجب عليهم أن ينظروا بالإيجاب إلى هذا الأمر، يعني الفلسطينيين. نعم، ويجب أن يفكروا أيضا كيف يمكنهم الآن أن يستغلوا هذا الوضع الجديد، خصوصا بعد سنوات عجاف تراجعت فيها القضية الفلسطينية نتاج هذه التوترات، ولكن الآن بالدبلوماسية الفلسطينية بدأت الأمور تعود إلى مكانها. وعلى سيرة القضية الفلسطينية، إنقاذ مسيرة العودة، العودة ممكنة ونحن أهلها، هذا ما كتبه البروفيسور أسعد غانم في مقال نقرأه. تسعى إسرائيل إلى شيطنة مسيرة العودة التي انطلقت من غزة، وسوف تستمر إلى أن يتم تحقيق حق اللاجئين بالعودة إلى بلداتهم التي طردوا منها قبل وخلال وبعد النكبة، وهم كانوا نتيجة الخطط الجهنمية التي رتب لها قادة اليشوف وعلى رأسهم بن غوريون. وقد ثبت الباحث الفذ دكتور إيلان بابي وقبله وبعده عشرات الباحثين الفلسطينيين والعالميين وعلى رأسهم وليد الخالدي ودكتور نور مصالحة وعدد كبير من المتعمقين بالقضية حقيقة مخططات الطرد لأجل إفساح المجال لقيام دولة يهودية مع أكبر قسط من الأرض وأقل عدد من الفلسطينيين، وهي طريقة لا زالت إسرائيل تتبعها يوميا في كل أماكن الوجود الفلسطيني، في القدس، في النقب، في الضفة الغربية، في الجليل، وفيما يسمى بالمدن المختلطة. ليس خافيا على أحد بأن انطلاق الحركة الوطنية مجددا بعد النكبة اتكأ قبل كل شيء على وضع القضية، قضية العودة للاجئين في صلب العمل الوطني، وتم العمل في كل الاتجاهات لكي يتجذر في الوعي الفلسطيني والعربي والعالمي هذا الحق كشرط أساسي لأي تسوية مستقبلية. وهنا ليس خافيا على أحد بأن الفصائل الفلسطينية عملت على إثبات الحق، لكنها عملت قليلا لأجل العودة الحقيقية، وقد برزت في الماضي وفي ظل هذا الوضع محاولة بعض أهالي القرى المهجرة هنا في الداخل للعودة الحقيقية، وعلى رأسهم أهل إكرث وبرعم في الجليل الأعلى،
وفي السنوات الأخيرة انقلبت المحاولات فيما تسعى بعض القوى الشعبية تفنيذ العودة بترتيب مسيرات العودة تنفيذ مسيرات العودة بترتيب مسيرات عودة من لبنان وسوريا عامي 2008 و2011 وأخيرا مسيرة العودة الكبرى من غزة مؤخرا. تراجعت محاولات العودة لدى الفلسطينيين في الداخل واكتفت الهيئات القيمة على الموضوع بتنظيم مسيرات العودة للتذكير بالنكبة وبحق العودة وأخذ بعض أهل القرى المهجرة بنفس النهج من خلال ترتيب سهرات وجولات وزيارات عودة. لكننا باستثناء النقبي وبير هداج بشكل خاص لم نعمل على تنفيذ حق العودة بشكل حقيقي، ونستطيع ذلك وخصوصا أن أهالي القرى المهجرة يسكنون قريبا جدا من بلداتهم الأصلية. الآن على الفلسطينيين في إسرائيل ليس فقط القيام بترتيب مشاريع عودة وتنفيذها، بل تقع على عاتقهم مسؤولية إنقاذ مسيرة العودة الغزية. إسرائيل تعمل على شيطنة مسيرة العودة وخصوصا بالإدعاء بأن حماس تقف وراءها، بعكس الحقيقة بأن المسيرة الغزية تقف وراءها قوى شعبية تتطلع إلى تحقيق ما لم تستطيع تحقيقه القرارات الدولية ولا الفصائل الفلسطينية. وفي الفقرة قبل الأخيرة، جاء على الفلسطينيين في إسرائيل تنظيم مسيرات ومشاريع عودة في الشهرين القريبين وعدم الاكتفاء بمسيرات تذكر وتذكير بالنكبة. نحن هنا نستطيع أن نميط الإثام عن ادعاءات إسرائيل وأن نثبت للعالم بأن العودة هي عمل أهلي فلسطيني شعبي وليست قضية فصائلية. الآن وقبل فوات الأوان يجب أن نرتب عودة حقيقية مع مخيم وبيوت متنقلة لعشرة بلدات على الأقل، وخصوصا أن أهالي هذه البلدات يسكنون مئات الأمتار عن بلداتهم الأصلية. الحديث عن العودة فقط هو هروب من واجبنا تجاه العودة التي يجب أن نكون رأس الحربة في تحقيقها. إذن البروفيسور الكاتب أسعد غانم يقول بأن العودة ممكنة وبأن على الفلسطينيين في الداخل أن يأخذوا دورا جديا أكثر في هذا الموضوع وأن ينفذوا عودة بشكل أدق. وقبل أن أعود لضيفي في الاستوديو، نقرأ سريعا بعض العناوين الفلسطينية والإسرائيلية حتى الآن. نبدأ مع وكالة وفا استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية. الشاب ثائر محمد رابعة 30 عاما من جباليا شمالي قطاع غزة استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية. وباستشهاد الشاب رابعة يرتفع عدد الشهداء منذ يوم الجمعة الماضي في القطاع إلى 20 شهيدا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين. وفي واينت توثيق فيديو من أجهزة المراقبة الجوية يظهر قتل فلسطيني نشر الفيديو في عدة مواقع إنترنت. أصدر مكتب الناطق بلسان الجيش في الدفاع الإسرائيلي بيانا، طبعا الترجمة حرفية من واينت، جاء فيه أن الشاب الفلسطيني قتل على الحدود مع قطاع غزة وهو في طريقه لتنفيذ هجوم قرب السياج الأمني. وفي صحيفة الأيام مسيرة العودة الثانية وكلمة السر كواتشوك. وستشهد مخيمات العودة الخمسة مهرجانات تأبين لشهداء الأسبوع الماضي وفق برنامج أقرته الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي. في موقع عرب 48 عن تصريحات إسرائيل لجمعة العودة الثانية المقصود اليوم، جدد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الخميس تهديدات بقمع مسيرة العودة وباستهداف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. قال إن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة على امتداد السياج الأمني المحيط بالقطاع، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية وضعت قواعد أساسية وواضحة في مواجهة مسيرة العودة ولا تعتزم تغييرها، مهددا كل من يقترب من الحدود بأنه سيعرض حياته للخطر. وإلى موقع والله التجديد في الخبر على أنه رغم التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها ليبرمان وقرأناها في الخبر الذي سبقه، إلا أن الفلسطينيين مصرون على التواجد اليوم. وفي إسرائيل هيوم يصفون المظاهرات على الحدود مع قطاع غزة أنها مظاهرات إرهابية.
ولكن يحاول منظموها إظهارها وكأنها مدنية. هكذا ترى إسرائيل. العنوان الرئيسي فيها آرت الصباح اليوم كان: من خلف تصويب القناصة في غزة هناك قرار واحد وهادئ، منع المتظاهرين الدخول بجماهيرهم إلى الداخل الحدودي. وأخيرا في واينت: إطارات كواتشوك ومري لمواجهة الجيش، والجيش جاهز لكل السيناريوهات. إذن المواجهات التي من المفروض أنها ستحتدم بعد صلاة الجمعة، وبدأت بوادرها قبل قليل في الحدود السياجي مع قطاع غزة. الأستاذ خالد خليفة المختص في الشؤون الدولية، يعني إسرائيل تؤلف روايات، تارة تقول بأنها مظاهرات إرهابية، تارة تقول بأنها مدعومة من جهات خارجية، والآن هذا التصريح بأنها وكأنها مدنية، يعني الأثر لذلك داخل الشارع الإسرائيلي. يعني إذا كان يعني إذا إسرائيل تؤلف رواية عن الفلسطينيين، فمن يؤلف الروايات برأيي هي إسرائيل. يعني هي إسرائيل هي التي تؤلف الروايات والأساطير. فقط أخ وائل، بالنسبة لمقال أسعد غانم كمان، يعني كان لازم نشكر كمان زميلك مصطفى كبهة، البروفيسور مصطفى كبهة. هو كمان عمل كثير في قضية العودة وفي قضية المهجرين، يعني كان يجب ذكره البروفيسور مصطفى كبهة، له أبحاث طويلة الباع فيها المؤرخين الفلسطينيين يعني ما ذكره أسعد غانم أن تجذير الفكر العودة هذا جيد جدا، يعني هذا يجب على الفلسطينيين العمل وبشكل مركز. حتى أيمن عودي عندما انتخب قبل سنتين رئيسا للجبهة ورئيسا للقائمة المشتركة، قالوا أنه كان يذكر مارتن لوثر كينغ. ومارتن لوثر كينغ الذي قتل قبل 50 عاما، في الأمس احتفلوا ب50 عاما على مقتله في 4/4/1968. كان له حلم كبير، هو حلم المساواة في أمريكا. ويمكن لأيمن عودي كان يتكلم عن مارتن لوثر كينغ، يمكن أن يطالب القائمة المشتركة وقيادات القائمة المشتركة إذا أرادوا مصالحة تاريخية بين العرب في البلاد هنا الفلسطينيين وبين إسرائيل، السماح كما السماح للعرب إقرت وبرعم وكل القرى المهجرة وصفو، السماح للعرب في إسرائيل بالرجوع إلى قراهم، هذا نوع من المصالحة التاريخية مع العرب الفلسطينيين في الداخل. أما بالنسبة لمسيرة العودة في غزة كما تفضل، يعني مسيرة العودة إسرائيل تحتفل في 70 عاما، ذكرت الروايات 70 عاما على قيام دولة إسرائيل، الفلسطينيين الحق ليحتفلوا 70 عاما على النكسة أو على ما جرى لفلسطين ب70 عاما. ومسيرة العودة هذا جزء، فصل واحد من فصول حتى منتصف ماي أيار، يعني عدة جولات حتى يعني كل أسبوع. قالوا الفلسطينيين بوضوح أن المقاومة هم سلمية، وكل أسبوع سيتخذوا مقاومة كاوتشوك، وفي الأسبوع القادم سيكون مقاومات يعني مفاجآت أخرى. وإسرائيل يجب أن تحترم يعني إرادة الشعب الفلسطيني برأيي، ويجب أن لا تقوم بقتل الفلسطينيين بدم بارد. والقضية يعني برأيي ما فعله السلطة الفلسطينية هو جيد جدا، بالتوجه إلى مجلس الأمن لوقف قتل الفلسطينيين والتهديد بالمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر القتل الفلسطينيين، لأن هذه مسيرات سلمية، ومن يجب السماح للفلسطينيين بأن يقوموا بمثل هذه المسيرات. نعم، ونحن نسأل دائما إذا كان المسيرات السلمية ممنوعة وتظاهرات ممنوعة وكل شو المسموح للفلسطينية، ومتى لا تقتلونهم؟ العزيز الصحفي المختص في الشؤون الدولية خالد خليفة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات العالمية والمحلية. إذن الفلسطينيون اليوم يبدعون في مواجهة الاحتلال، وعندما يحاصرون ويمنعون من السفر يأتون بإطارات المركبات بدل أن تكلهم، هم يكلونها لكي يصلون ويوصلوا رسالة للعالم. من المفروض في الدقائق القريبة أن ترتفع غمامة سوداء كبيرة نتاج إشعال الكواتشوك على الحدود مع قطاع غزة، على أمل أن تمطر هذه الغمامة السوداء حرية. إلى اللقاء، نراكم غدا قريبا، وشكرا جزيلا لكم إن شاء الله.